السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من اليوم الثامن، يوم افتراضي نستعرض فيه أهم أحداث الأسبوع، والبداية بالعناوين. في اختتام المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان، خادم الحرمين الشريفين يؤكد على جهود المملكة المتواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني الشقيق، ويؤكد للعلماء بأنهم خير من يعمل لخدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم. رسالة يمنية شديدة اللهجة للحكومة اللبنانية بشأن تدخلات حزب الله في اليمن، والحكومة اليمنية تستنكر تحريض نصر الله لميليشياته لقتال القوات الشرعية، وتأييد لبناني لرفض ممارسات حزب الله وتدخلاته في شؤون الدول العربية. أهلا بكم. في اختتام المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته خلال استقباله للمشاركين في مؤتمر السلم والاستقرار في أفغانستان، أكد على أن المملكة عاشت مع الشعب الأفغاني في معاناته منذ أن بدأت الأزمة وما نتج عنها من حرب أهلية، ليعكس من جديد رمزية أفغانستان في وجدان زعيم الأمة وقلبها النابض. كما أكد الملك سلمان على وقف الاقتتال وضرورة انخراط جميع الأطراف الأفغانية في مفاوضات مباشرة، مشددا على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لحل الصراع بين الحكومة وحركة طالبان. أنها المملكة داعية السلام والاستقرار الأولى في العالم، جاءت استضافتها للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان، وفي ملمح مهم على حرص قيادة المملكة على حقن دماء الشعب الأفغاني، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العلماء الحاضرين، مؤكدا على أهمية الأخذ بنهج الحوار والتصالح والتسامح بحسب ما يمليه علينا ديننا الحنيف. وعاش المملكة مع الشعب الأفغاني في معاناته منذ أن بدأت أفغانستان وما نتج عنها من حرب أهلية، حيث قدمت المملكة المساعدات الإنسانية والاقتصادية وبدأت جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني الشقيق. والآمال كبيرة في أن يفتح الأشقاء الأفغانيون صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف، انطلاقا من دعم المملكة والعالم الإسلامي لجهود الحوار والمصالحة. ونحن اليوم متفائلين بأن جهودكم ستسهم في طي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة في أفغانستان، تحقق للشعب الأفغاني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار. والمؤتمر عنوان جديد في الجهود السعودية الحثيثة لانتشال هذا البلد الشقيق من صراع استمر عقودا تأرجحت ما بين الحرب الأهلية التي جعلت منه قاعدة وبؤرة حاضنة للجماعات الإرهابية التي هددت العالم وشكلت خطرا على أمنه واستقراره، وبين استهداف خارجي كان له آثاره المدمرة. ورسالة السلام من قلب المملكة قوية وصادقة، وعلى الفرقاء الأفغانيين التقاطها والسير في دروب السلام من أجل مستقبل أفغانستان، وبدعم ووقفة جادة من الأمة الإسلامية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد قشاش الغامدي، ومن القاهرة خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم ضيفين الكريمين. أبدأ معك دكتور سعيد، يعني حول استضافة المملكة لهذا المؤتمر، استقبال خادم الحرمين الشريفين لعلماء المسلمين، وحديثي حفظه الله حول أو كلمات يعني خادم الحرمين الشريفين والتي لخصت الأمال الكبيرة بخروج أفغانستان من هذا المأزق. هنا نتحدث عن دور المملكة دكتور سعيد،
وريادة المملكة في جمع الفرقاء، في لم الشمل، في محاولة رأب الصدع في كل ما يتعلق بقضايا الأمتين العربية والإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. حقيقة أنه ما نراه الآن هو استمرار ونهج المملكة العربية السعودية في استشعار دورها الريادي في خدمة الأمة الإسلامية والعربية والإنسانية بشكل عام. فهذا المؤتمر بفضل الله تعالى تم بناء على ما استشعره خادم الحرمين الشريفين في بداية هذا الشهر، تقريبا في 7 شوال من هذا الشهر، عندما وجه نداء إلى الفرقاء الأفغان ودعوتهم للمملكة للحضور إلى مكة المكرمة للتشاور بعد أن تمت هناك هدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على أن نبذ العنف وإلقاء السلاح والجلوس معا للخروج بتصور للخروج بأفغانستان من هذا النفق المظلم وترك سفك الدماء والقتل. طبعا هذا أولا استشعار منه يحفظه الله بكونه ملك الإنسانية ومملكة الإنسانية، دائما ترى أن دورها ريادي في خدمة العالم الإسلامي والعالم بشكل عام، وأيضا امتداد لأعمال المملكة المشهورة في هذا الجانب. فالمملكة العربية السعودية بفضل الله كان لها دور كبير في أكثر من قضية مست العالم العربي والعالم الإسلامي. فلو أخذنا على سبيل المثال من أفضل التجارب التي تمت وجمع فرقاء فيها هي ما حدث في مؤتمر الطائف في الفرقاء اللبنانيين، وكان هذا الحقيقة إنجاز ونجاح يعتبر نجاح للمملكة وأيضا للدبلوماسية السعودية عندما جمعت الفرقاء اللبنانية وخرجوا باتفاق الطائف الذي قنن إلى حد كبير نظام الحكم في لبنان والذي يعمل به إلى الآن. هناك أيضا دور المملكة العربية السعودية في جمع الفرقاء اليمنيين قبل أن تبدأ عاصفة الحزم وقبل أن تستشري رغبة الاستيلاء والهجوم المسلح لدى الحوثيين. كان هناك عدة جلسات وعدة مؤتمرات تم جمع الفرقاء اليمنيين في هذا البلد وفي أكثر من مكان برعاية سعودية. هناك أيضا من ضمن النماذج التي نفتخر بها أن المملكة أيضا ساهمت في أن يكون هناك مكانا لتشاور الإخوة في المعارضة السورية، والمملكة رعت عدد كبير من الاجتماعات للفرقاء وبالتالي نجحوا إلى حد كبير في توحيد المعارضة في أيام مرت. فدور المملكة الحقيقة يعني ليس غريبا أن يتم هذا الاستشعار بهذا الخطر الداهم في أفغانستان. فنحن كمسلمين تجمعنا الدين، تجمعنا وشائج الإنسانية والأخوة والدين، ولذلك المملكة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه. هناك أيضا رمزية أخرى في هذا الاجتماع، أن وجود هؤلاء الفرقاء في مكة المكرمة يضيف عبء كبير على أكتافهم بأن يخرجوا بقرارات أو بتوصيات رائعة لخدمة هذا الموقف. نسيت أن أذكر أيضا من ضمن جمع الفرقاء تم جمع الفرقاء الفلسطينيين في مكة المكرمة، فتحوا حماس في وقت الملك عبد الله رحمة الله عليه، وكان المملكة لها دور في إطفاء تلك الحرائق التي كانت تتم بين الفرقاء الفلسطينيين. فبفضل الله تعالى هذا نهج لدى المملكة بقيادتها الرشيدة في جمع كل هؤلاء الفرقاء، لأننا نحن بفضل الله تجمعنا كما قلت لك وشائج كبيرة، يجمعنا الدين الإسلامي، العلاقات الأخوية. بفضل الله تعالى نجح هذا المؤتمر في الخروج بتوصيات قوية، نتمنى أن تجد يعني أذانا صاغية من الطرف الآخر وهما طالبان في أفغانستان، لأنه كما نعرف دور العلماء كبير في إيصال الرسائل العديدة لمن هم بعيدون، لمن لديهم بعض التوجهات الفكرية. نرى أن العلماء بإذن الله سيكون لهم دور في توعية تلك الفئات حتى يعودوا للحق. جميل، أتحول إليك دكتور أحمد ضيفنا من القاهرة. قبل الحديث عن بيان مكة كما أشار يعني الدكتور سعيد وما سيبنى عليه، لكن حديث الملك سلمان في أو أثناء استقباله للعلماء المسلمين أكد على أن المملكة عاشت مع الشعب الأفغاني منذ يعني بداية الأزمة، والحديث حول عقود من الأزمة التي عاشها الشعب الأفغاني، إلى أي مدى يعني يمثل ذلك دور المملكة واستشعار المملكة لأهمية دورها على مستوى العالم العربي والإسلامي أيضا؟
أولا تحياتي لك أستاذ خالد والدكتور سعيد. يعني بالطبع المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو يمثل قادة العالم الإسلامي، يمثل دور المملكة التاريخي والرائد والدائم في دعم كل قضايا العالم الإسلامي شرقه وغربه، العمل على تقديم كل أنواع المساعدات والدعم سواء الاقتصادي أو الإنساني أو السياسي، أيضا دعم القضايا العالم الإسلامي في المحافل الدولية. المملكة العربية السعودية بما لديها من ثقل ووزن كبير ومصداقية واحترام ومكانة كبيرة حقيقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بيعطيها ثقلا دوليا ودورا رائدا ومهما في العالم الإسلامي. نعم. دائما السعودية تنطلق من ثوابت واضحة تعكس دورها كقيادة العالم الإسلامي، قيادته الروحية والسياسية في تغليب قيم الإسلام الوسطي، قيم الاعتدال، قيم تحريم قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، قيم الإعمار، التنمية، الإزدهار، ونبذ التعصب والكراهية والقتل والتدمير، ومد يد العون والخير إلى كل الدول بما فيها الدول الإسلامية وغير الإسلامية، ده حقيقة في كل مكان. ولذلك هذه الثوابت التي تحكم المملكة العربية السعودية وخاصة تجاه القضية الأفغانية التي شهدت أفغانستان حقيقة منذ عقود وحتى منذ عام 79 وحتى الآن، وأن أفغانستان تنزف دما دائما وجرحا غائرا دائما سواء نتيجة للاقتتال بين الفرقاء وأبناء الشعب الواحد أو نتيجة لتدخلات خارجية وأطراف إقليمية وأطراف دولية لا تريد خيرا حقيقة لأفغانستان، وبالطبع وتقف على رأسها الدولة الإيرانية والنظام الإيراني الذي يعيش في الأرض فسادا، وما أن يدخل منطقة ما إلا ويقوم بنشر الخراب والدمار. نعم. في المقابل تقوم السعودية بمد يد العون ويد الخير بين الأشقاء دائما، لا تبخل المملكة وخادم الحرمين الشريفين بكل ما هي ما أوتيت من قوة ومن كل أنواع الدعم للمسلمين في كل مكان. ولذلك دائما كانت المملكة حاضرة دائما في المشهد الأفغاني منذ عقود ومنذ أزماته في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الأفغاني لتجاوز صعابه وألامه الكثيرة. نحن نعلم أن هناك أكثر من 500,000 مواطن أفغاني يعيشون في السعودية كضيوف كرماء مكرمين. هناك الدعم الاقتصادي والدعم السياسي ودعم المملكة في حشد الجهد الدولي من أجل إنهاء هذه المعاناة وهذه المأساة التي امتدت لأربعة عقود والتي تغذيها أطراف كثيرة لا تريد أن يكون هناك الاستقرار والأمن في أفغانستان. ولذلك كانت النتيجة أن أصبحت أفغانستان مرتعا لبعض التنظيمات الإرهابية التي هددت السلم والأمن العالمي. نعم. أيضا مرتعا لبعض التجارات غير المشروعة. هناك الآن أيضا مرتعا لتغلغل دول مثل إيران وميليشياتها الإرهابية في العبث وتغذية الاستقطاب وتوظيف أطراف معينة لخدمة أجندتها. ولذلك فإن مؤتمر مكة ودعوة وكلمة خادم الحرمين الشريفين تلقى وتحظى بثقة كبيرة ومصداقية كبيرة لدى الشعب الأفغاني حقيقة، هذا الشعب الذي يتلهف إلى الاستقرار، إلى توقف آلة القتل والدمار والانتقال من مرحلة الاقتتال والصراع العبسي الذي لا نهاية له. نعم. يعني بعد أربعة طيب عقود وبعد صراعات من الكاسب ومن الخاسر؟ الحقيقة لا كاسب والكل خاسر في هذه المعركة، وأن استمرار هو نوع من العبث. طيب دكتور، يعني أربع عقود كما أشرت يعني من المعاناة ومن الاقتتال التي عانى منها الشعب الأفغاني، إلى أي مدى يمثل بيان مكة خارطة طريق شرعية يعني حل سلمي في البلاد؟ بالطبع أنا في اعتقادي أن مؤتمر علماء المسلمين في جدة وفي مكة وبيان مكة يمثل حقيقة خريطة طريق ونقطة تحول واضحة وحازمة في الملف الأفغاني لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنها انطلقت من المملكة العربية السعودية ومن مكة المكرمة التي تحمل وبها قدس الإسلام وبها رمز الإسلام البيت الله الحرام، بما يعني أن هناك رؤية شرعية ودور العلماء ودور الدين في ضرورة وحتمية ووجوبية وقف كل أنواع القتل والالتجاء إلى الحوار. الأمر الثاني هو أن المملكة العربية السعودية هي مرعة المبادرة، هي تعني أن المملكة بما لديها من ثقل ودورة متحزة بمصداقية لدى كل الفرقاء ولدى كل الأطراف
ولدى كل أطراف الشعب الأفغاني يعطي هذه المبادرة ثقل وأهمية كبيرة. الاعتبار الثالث هو أن المملكة بعلاقاتها الكبيرة وثقلها الإقليمي والدولي لها أن تحشد تستطيع أن تحشد الدعم الدولي، خاصة الأطراف الكبرى مثل أمريكا والأطراف الأخرى في دعم خريطة طريق وهذه المبادرة. الأمر الرابع وهو المهم أن المبادرة تقوم على فكرة بسيطة وواضحة، هو اللجوء إلى الحوار، اللجوء إلى نبذ القتال، لأن استمرار الحرب واستمرار هذه الدوامة هو نوع من الانتحار للجميع. نعم. هو نوع من الحرب العبثية. أيضا في وجود أكثر من 105 من العلماء المسلمين يمثلون كافة الدول الإسلامية بيعطي صفة كبيرة ومصداقية ونوع من الشرعية وأهمية على قدسية الدم المسلم وحرمية هذا الدم. كل هذا بيعني أننا أمام نقطة تحول مهمة في الأزمة الأفغانية، وكما قال ضيفك الكرة الآن في ملعب الفرقاء لكي يلتقطوا هذه المبادرة وينهوا هذه الدوامة المستعرة التي تحرق الجميع. نعم. جميل دكتور سعيد، يعني الكرة الآن في ملعب الفرقاء كما أشار الدكتور سعيد، الذي أيضا أشار إلى تدخلات إقليمية. نعم. من دول لها مصالح في مجري في أفغانستان والدول العربية والإسلامية وعلى رأسها إيران. نعم. التي هي تتغذى من مناطق الصراع، ولا ننسى أيضا أنها ساهمت أيضا في نقل زعماء من القاعدة في وقت من الأوقات. نعم. نعم. من أفغانستان مرورا بإيران إلى العراق وإلى سوريا. إلى أي مدى هذا التدخل وهذا التوغل الإيراني ساهم في الحالة الأفغانية؟ وطبعا يعني بودي نرحب بضيفنا من مصر أيضا، وأقول أنه بعد هذا البيان الذي صدر هي دعوة لكل الفرقاء أن يجتمعوا على كلمة سواء في أفغانستان وأن ينبذوا العنف، ونبذ العنف هنا قد يصل إلى تلك الدول التي ترعى العنف والإرهاب في هذه المناطق. فإيران دولة متهمة تماما بأنها تدعم العنف في لبنان وتدعم العنف في اليمن وتدعم العنف في سوريا، وليس غريبا أيضا أن نقول أنها تدعم العنف في أفغانستان، ولها أقليات هناك تحرك الموقف رغم أن المتحاربين من السنة، ولكنها تحرك أطراف وتدعم أطراف، كما كانت في يوم من الأيام تدعم القاعدة وتدعم داعش إلى الآن في مناطق كثيرة في العراق وفي سوريا. فهذه الدولة التي لها تأثير على الأرض في أفغانستان، أنا أعتقد أنه بيان مكة كان قويا عندما طلب من الدول والمنظمات والنخب ليقوموا بدورهم في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك، يعني أنا أتمنى أن يتبع هذا أو هذه التوصيات لبيان مكة دعوة الأمم المتحدة للتدخل في مثل هذه الأمور، لأن كثير من الدول ومنها إيران لن تقف عند بيان، ولكن عندما يكون هناك إجماعا دوليا على هذا التدخل، كما أنا نرى أن الموقف الأمريكي على سبيل المثال الآن يجرم تدخلات إيران في مختلف مناطق الصراع الموجودة في العالم. فأنا أتمنى أن يتبع هذا البيان أيضا التخطيط لتدخل دولي قوي للأمم المتحدة وللفاعلين على مستوى العالم من الدول ذات التأثير، في سواء من الشرق أو من الغرب، الصين، روسيا، أمريكا والدول الأوروبية، لتوقف هذه الدول، لأنه أفغانستان أصبحت يا أستاذ خالد عبارة عن مستنقع لمن يبيع السلاح، لمن يؤثر سياسيا للأسف الشديد. يعني هناك أصبح أمراء الحرب هم الذي يتحكمون في الميدان، ورغم الجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس الأفغاني، ولكن الحقيقة فخامة الدكتور محمد أشرف غني، لكن هناك ما يدور على الأرض أقوى من الحكومة الأفغانية، وبالتالي نحتاج إلى تدخل دولي لإيقاف هؤلاء. نعم. المجرمين. طيب. ومن يدعمهم عند حده. طيب الأمم المتحدة يعني في الأزمات الأخيرة ربما سابقا كان لها تواجد فعلا. نعم. من خلال القوات الدولية، من خلال قوات حفظ السلام. وغيرها، في الأزمات الأخيرة لم يعد لها وجود. هل هو خوف هذه الدول من أن ترسل قواتها إلى مناطق صراع غير آمنة مثلا؟ هل يبنى على هدنة مثلا يتم فرضها أو الدعوة إليها، وبالتالي إمكانية يعني الإبقاء على مثل هذه القوات لحفظ أو يعني تثبيت هذه الهدنة على الأقل؟ نعم، هذا الحقيقة سؤال جميل، وأنا أعتقد أنه الآن لكي يكون هناك قرار أممي لابد من دول تطلب هذا المشروع، مشروع قرار.
فلو مثلا قامت أفغانستان وعدد من الدول بالطلب من الأمم المتحدة بمشروع قرار إرسال قوات حفظ سلام إلى أفغانستان، دعم جهود الحكومة الأفغانية وترسيخ الهدنة التي حدثت، أنا أعتقد أن هذا سيتم. ولكن كما قلت لك الأمم المتحدة لا تستطيع التحرك منفردة، لابد أن يكون هناك دول تقوم على هذا المشروع وبالتالي الأمم تستجيب ويكون هناك مؤتمر مثلا حول أفغانستان وبالتالي يتم حل مثل هذه القضايا. ولكن أيضا يعني أنا الحقيقة متفائل جدا لأن الكثير من علماء أفغانستان الآن استشعروا الخطر. الحكومة الأفغانية حتى طالبان عندما جلست في الحوار ووافقت على الهدنة هم استشعروا الخطر واستشعروا أن هناك سنوات عديدة من القتل والدم الأفغاني البريء الذي يسيل بشكل يومي. فأنا أعتقد أن الأرضية مناسبة، العلماء لهم دور كبير كما قلت لك في الأول وأكرر، العلماء لهم دور في إيضاح الإجرام الذي يحدث، في قتل النفس البريئة الذي يحدث في أفغانستان، وبالتالي الوصول إلى بعض للأسف الشديد البعيدين تماما عن معرفة ما يدور حقيقة في الميدان، بمعنى أنهم هناك من يدعي الجهاد في أفغانستان، ولكن عندما تقتل أخوك المسلم أو أخيك المسلم، أي جهاد هذا؟ تقتل ابن بلدك وأخيك المسلم الأفغاني. فبالتالي دور العلماء هنا في إيضاح الموقف الحقيقي في أفغانستان، ودور الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليون هو عقد المؤتمرات التي تجبر الدول الأخرى على مساعدة الحكومة الأفغانية ومساعدة طالبان في الوصول إلى حل والجلوس لطاولة المفاوضات. جميل. طيب دكتور أحمد، إلى أي مدى يعني يمكن البناء على هذه الهدنة التي أشار لها الدكتور سعيد قبل قليل، الهدنة التي يعني دعا لها الرئيس الأفغاني غني في يعني تزامنا مع عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام؟ استجاب الطالبان لهذه الهدنة ولكنها لم تستجب لدعوة تمديد هذه الهدنة بعد ذلك من قبل الحكومة الأفغانية. إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الهدنة وعلى هذا الموقف من طالبان؟ يعني في اعتقادي أنه أن هناك رغبة حقيقية أولا من الشعب الأفغاني الذي تلقف ورحب بهذه الهدنة، وخرجت الجماهير إلى الشوارع تطالب بتمديد هذه الهدنة. الأمر الثاني، رأينا المشهد المشهور على شاشات التلفزيون عندما كان يتصفح عناصر من حركة طالبان مع قوات الأمن الأفغانية في تعبير عن الوحدة وعن الإخاء وعن ضرورة العمل على وقف سفك الدماء. لكن تظل المشكلة والحقيقية في اعتقادي أن هناك، صحيح أن هناك أجنحة كبيرة في طالبان تميل نحو السلم ونحو الحوار ونحو التفاوض، لكن هناك بعض التيارات ربما هي قليلة لكن على الأقل هناك تيارات تغذيها أطراف إقليمية حقيقة مثل إيران، وهذا ما يشكل حقيقة إشكالية. لكن في اعتقادي أنه بعد هذه التجربة بعد هذه السنوات أن الكل الآن هناك إدراك لدى كل الأطراف في أفغانستان حقيقة أنه لابد من وقف هذه الدوامة. يعني إذا إلى متى سيظل الجميع في حرب بلا نهاية، في حرب الكل خاسر، في حرب الكل يتناحر، من يستفيد من هذا القتال هم الأطراف الإقليمية، هي إيران التي تتغذى على الصراعات وتقويها وتغذيها ودائما تشعل النيران، لكن الخاسر من هو؟ الشعب الأفغاني. وبالتالي الهدنة تمثل يعني خطوة مهمة، كانت رسالة واضحة للجميع بأن الشعب الأفغاني من حقه أن يسعد بالاستقرار وبالازدهار كغيره من بقية الشعوب، وأن حالة العبث التي تغذيها أطراف مثل إيران في النهاية لن تفيد هذا الشعب، خاصة في ظل أزمات الاقتصادية، في ظل وجود لاجئين ومهجرين من أفغانستان حتى ذهبوا إلى إيران واستغلتهم إيران للأسف من الهزارة الشيعة ودفعت بهم إلى القتال وأجبرتهم على القتال في سوريا ليبقوا مصير التهلكة. كل هذا بيعني أن الهدنة مع مبادرة مكة وإعلان مكة كل هذا يمثل تحولا مهما. لكن في اعتقادي أن نجاح الهدنة في أفغانستان ونجاح الحل السياسي هو يرتبط بعدة أمور، أولا رغبة الأطراف والفرقاء في ترجمة وأن تكون هناك هدنة حقيقية ورغبة حقيقية ونية صادقة في العمل على التوحد ونبذ القتال. الأمر الثاني هو وقف كل أشكال التدخل الإقليمي لدول مثل إيران التي تغذي الطائفية وتمد هؤلاء بالسلاح وتستخدم كل الطرق غير المشروعة بما فيها الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأمور.
الأمر الثالث أن يكون هناك دعما دوليا حقيقيا من المجتمع الدولي، لأن الغياب الدولي وترك المجتمع الدولي لأفغانستان كل هذه السنوات هو أدى لتفاقم الأزمة. بالطبع أفغانستان دولة فقيرة لا توجد بها موارد نفطية تجعل المجتمع الدولي يهتم بها مثل كمثلا في العراق أو في ليبيا وغيرها، ولكن أفغانستان كانت في النتيجة لأن المجتمع الدولي تركها وترك أطراف مثل إيران تعبس فيها، كانت مصدرة لبعض التنظيمات الإرهابية التي هددت العالم. وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك تحركا دوليا تحركا سياسيا شاملا، وأعتقد أن بيان مكة وخريطة الطريق تمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه من أجل إحداث تحول حقيقي في الأزمة الأفغانية والانتقال من هذه الدوامة العبثية إلى مرحلة التنمية والاستقرار والازدهار. جميل دكتور سعيد، يعني فعلا هي فرصة سانحة أمام الشعب الأفغاني قد لا تتكرر، يعني لوقف الاقتتال والعنف في أفغانستان. هذا الأمر مرهون بعدة مسائل يعني تعرض لها الدكتور أحمد. هل البداية برأيك من الداخل الأفغاني، أم من موقف المجتمع الدولي تجاه إيران ووجودها، أم موقف الأمم المتحدة كما أشرت يعني من خلال تواجد قوات؟ أين البداية المناسبة من وجهة نظرك للبناء على ما تم عليه في بيان مكة؟ طبعا كما تم في بيان مكة، طبعا منظمة التعاون الإسلامي ما قصرت حقيقة في هذا المشروع الذي وفي عقد هذا المؤتمر والسعي مع الجانب الأفغاني والعلماء وتجميعهم وحضورهم إلى مكة كان نشاطا يحسب لمنظمة التعاون الإسلامي بحكم دورها الإسلامي الرائد. طبعا كان هذا أيضا يعني تتويجا أيضا لدعوة خادم الحرمين الشريفين. أنا أعتقد كما تفضل ضيفنا العزيز من جمهورية مصر العربية أنه هي فرصة سانحة الآن. دعني أقول السجاد فرش الآن لمن أراد أن يدخل من هذه الباب الجميلة. هناك علماء، هناك دعوة صريحة للفرقاء للحضور، وهناك أيضا تفهم من هؤلاء الأطراف أو من الطرفين طالبان والحكومة لضرورة الجلوس معا. أنا أعتقد أن الدور يتم الآن من الحكومة الأفغانية تطلب من المجتمع الدولي تشكيل فريق كبير قد يضم دول إسلامية أخرى، زيارة الدول ذات النفوذ في العالم، الجانب الأمريكي الجانب الروسي، لأن هناك يا أخي الكريم دول قوية إقليمية ودولية تلعب في المشهد الأفغاني للأسف الشديد. من يدعم هؤلاء الأطراف هي الدول الأعظم والأقوى في العالم، ولكن أنا أقول أنه هناك فرصة أمام الحكومة الأفغانية والمعارضة من طالبان وغيرهم للوصول إلى الأمم المتحدة والطلب منها عقد مؤتمر مبدئي عن الموقف في أفغانستان ودعم جهود السلام الموجودة. وأنا أعتقد أن الأمم المتحدة سترحم متى ما كان هناك مشروعا من هذه الدول. فأنا بكل صدق أنا متفائل تماما بأن ما حدث هي خطوة رائعة وتدعو جميع الأطراف للجلوس وبتأييد دولي. وأنا أعتقد أيضا أن الأمم المتحدة سترحب بمثل هذا المشروع. صحيح. وصحيح أن إجراءات الأمم المتحدة تأخذ سنوات طويلة في كثير من القضايا كما يحدث في ليبيا، كما يحدث في سوريا، كما يحدث في فلسطين العزيزة، ولكن للأسف الشديد هذا هو الموجود في العالم. يعني لا تستطيع أنت الخروج وتفرض على الأطراف شيئا معينا إذا لم يتفقوا عليه. فأعتقد نعم. وضحت الصورة دكتور، نشكرك شكر جزيلا تواجدك معنا. شكرا في الاستوديو دكتور سعيد قشاش الغامدي، شكرا جزيلا أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا. شكرا لك يا خالد، فرصة طيبة الله يحفظك. ضيفنا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشكورا للحديث في محورنا القادم بعد هذا الفاصل. احتجاج يمنية شديدة اللهجة وصلت إلى لبنان بشأن حزب الله وتدعو إلى كبح جماحه وسلوكه العدواني تماشيا مع سياسة لبنان بالنأي بالنفس. الرسالة اليمنية جاءت على خلفية تورط حزب الله المتزايد في دعم أنصار الله. هذا النشاط ليس جديدا، وقد سبقه ووكبه نشاط من النوع نفسه في سوريا والعراق، ونحن المتمسكون بنأي لبنان عن الصراعات الإقليمية وبوقوفه إلى جانب أشقائه العرب نستنكر هذه الأعمال استنكارا شديدا، ونتفهم الرسالة اليمنية.
الرسالة اليمنية الاعتراضية وجهت إلى الحكومة اللبنانية من خلال وزير خارجيتها جبران باسيل، والمواقف اللبنانية حتى من داخل الحكومة تؤكد على ضرورة أن يرد لبنان الرسمي على الرسالة اليمنية باستنكار ورفض أي تورط لحزب الله في الدول العربية. وعلى وزير الخارجية بالدرجة الأولى سيد جبران باسيل أن يعير اهتماما بالمذكرة اليمنية وأن يرد عليها بما يتلازم مع بياننا الوزاري، مع التوافق داخل الحكومة على النأي بالنفس، مع التزاماتنا العربية، وإلا فليكف عن كونه وزير خارجية. مزيد من تدخلات حزب الله في الشؤون الداخلية للدول العربية تتكشف يوما بعد آخر، ويبقى المطلوب واحد، وهو أن يبادر حزب الله للكف عن جر لبنان لخلافات لا يريدها مع عمقه العربي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ أحمد أرويس، ويستمر معنا أيضا في هذا المحور من القاهرة خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد. أحمد أهلا وسهلا بكما من جديد. أبدأ معك أستاذ أحمد حول هذا الغضب اليمني إن صح التعبير، هو جاء بعد تورط أو استمرار تورط ميليشيا حزب الله سلوكها العدواني في دعم الحوثيين في اليمن، وهذا ثبت من أكثر من طريق، يعني وكانه فاض الكيل بالنسبة للحكومة اليمنية من هذا التدخل السافر من قبل ميليشيا حزب الله. أهلا، مساء الخير أخوي خالد والدكتور أحمد في القاهرة ولمشاهديكم الكرام. في الأول يجب أن نعلم أن لبنان واليمن دولتين عربيتين عضوتين في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وفي الأمم المتحدة. من أهم بنود هذه المنظمات هو الحفاظ على سيادة الدول، عدم التدخل في شأن الدول الأعضاء، وهذا ما لم يتحقق في هذه الحالة عندما رأينا حزب الله وهو يتبجح بالمشاركة سواء كان في اليمن أو في غيرها من الدول العربية. رأينا له بعض التدخلات في الكويت من خلال دعم حزب الله الكويتي، أيضا في البحرين ودعم الإرهابيين في البحرين، رأينا تدخلاته في العراق وفي سوريا بشكل جلي، وأيضا هنا في اليمن. حسب حديث معالي وزير الخارجية اليمني أن اليمن تقدمت بعدة شكاوى إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، وصدرت بيانات عديدة من الخارجية اليمنية تستنكر هذا الوضع وتطلب بالحفاظ على وتطبيق بنود جامعة الدول العربية والتي تنص على أن بمنع التدخل في شأن الدول العربية الأعضاء في المجلس، وكذلك الأمم المتحدة ترفض تدخلات حزب الله. وصلت إلى مرحلة خطاب حسن نصر الله الأخير كان فيه نوعا من التعالي على الحدث، التصريح بالتدخل، يتمنى أن يكون مقاتلا. الدعم لم يشمل فقط خطابات حسن نصر الله، إنما كان هناك تدخلات على شكل تدريب، ورأينا بعض مقاطع الفيديو لذلك، تشغيل وتدريب على منظومات اطلاق الصواريخ البالستيه، ايضا تشغيل والتدريب على منظومات الاتصالات، ورأينا الاسبوع الماضي عندما ضربت 5 مواقع كان هناك ضحايا من حزب الله. ايضا هناك الدعم اللوجستي لهذه الجماعة الإرهابية في اليمن، والأهم أيضا كما شاهدنا هو الدعم الإعلامي، حتى يخيل إلى من يشاهد قناة المنار أنه شاهد قناة المسيرة الحوثية. فهذه تعتبر كل تدخلات في الشأن اليمني. لبنان رفع شعارا سماه النأي بالنفس عن المشاكل في الدول العربية، ولكن رأينا هذا الشعار ولم يطبق على أرض الواقع. صحيح. ورأينا تدخلات حزب الله منذ سنوات طويلة جدا، حتى قال حسن نصر الله أن الطريق إلى إسرائيل يمر بالقصير والزبداني وما إلى ذلك. فتكرار هذه التدخلات سواء في اليمن أو في بقية الدول العربية هو إحراج في المقام الأول للحكومة اللبنانية التي ترفع شعار النأي بالنفس عن هذه الأحداث. صحيح. وتبين مدى تغلغل حزب الله داخل مفاصل الدولة اللبنانية، وأيضا ضعف الحكومة الحالية كانت تصريف أعماله حتى ما قبلها في إيقاف مثل هذه الأعمال ميليشيات حزب الله. نعم دكتور أحمد، يعني خطاب حسن نصر الله الأخير الذي أشار له
الأستاذ حمود، يعني البعض يرى أنه نتيجة الحرج الشديد الذي تستشعره أو يستشعره الحزب بعد مقتل العديد من 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 خبرائه في اليمن، ويعني دفنهم في غير أراضيهم، حتى أنه حسن نصر الله تمنى أن يكون من ضمن هؤلاء المقاتلين أو من ضمن هؤلاء يعني الذين يشاركون، وكأنها يعني وكأنه استشعار بالحرج دفع حسن نصر الله لهذا الخطاب الذي اعتبره البعض أيضا نوع من أنواع التدخل السافر في اليمن. يعني بداية، أولا تدخل حزب الله السافر في اليمن هو مجرد أداة من أدوات إيران وبأمر إيران ولتنفيذ أجندة إيرانية حقيقة من حزب ادعى أنه في البداية حزب للمقاومة والدفاع عن الدولة اللبنانية، ثم ترك كل هذا وأخذ ينفذ الأجندة الإيرانية سواء رأيناه في العراق، في سوريا، حتى في المغرب والصحراء الغربية، وفي كل مكان يعبث وينفذ نظام أوامر النظام الإيراني وولاية ونظام الملالي، وليس تعبيرا حقيقة عن الدولة اللبنانية. يعني ولاء حزب الله هو لإيران وليس للبنان، وبداية هذا يمثل أكبر أكبر انتكاسة وأكبر تدخلا سافرا وانعكاسا لحقيقة مهمة، كيف أن الحزب السياسي لديه وجود في البرلمان وفي الحكومة أن يكون تعبيري ليس للدولة اللبنانية وإنما لتنفيذ أجندة إيرانية قام الحزب من خلالها بإرسال مقاتليه والمعدات من خلال تقديم التدريب. إيران وحزب الله هم يحاولان ويسعيان خلق نظام أو خلق حزب الله آخر في اليمن، وهو ما يدركه لا يدركه النظام الإيراني ولا حزب الله أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف لن تسمح إطلاقا بأن تتحول ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية التي تمثل أجندة إيرانية أن تتحول إلى حزب الله آخر في اليمن، وهذا خط أحمر. وأعتقد أن الإعلان وأن قتل وعناصر من حزب الله في صعدة إلى جانب الحوثيون بيعكس ويكشف هذا المخطط الذي تقوم به إيران وأداتها حزب الله في تحقيق هذه الأهداف والتدخل. بالطبع تدخل إيران أو تدخل حزب الله في أي منطقة عربية هو بيؤدي للخراب، يؤدي للدمار، أدى لتعقيد الأزمة، هو ما دفع حتى ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية إلى تحدي المجتمع الدولي، تحدي الحلول السياسية، استمرار في الحالة من العبث. واعتقد انه ينبغي ان تكون هناك وقفه من جانب الدوله اللبنانيه والشعب اللبناني، الذي لان حزب الله يسعى الى اختطاف لبنان وتوظيفه ليس لخدمه لبنان وانما لخدمه للاجنده الايرانيه. واعتقد ان المجتمع الدولي والوحده الامريكيه واستراتيجيتها الجديده في محاربه ايران وزروعها الارهابيه وتمدد حزب الله حتى في امريكا اللاتينيه في كل انحاء العالم بيعكس مدى خطورة هذا الحزب الذي بيتحرك وفقا لأسس عقدية طائفية أيديولوجية من ولاية الفقيه وليس من أي منطلق آخر. يعني ما الذي يفعله حزب الله في لبنان ويدعم الميليشيا الحوثي الانقلابية ضد اليمنيين وضد الأشقاء اليمنيين؟ ما الذي يدفعه إلى القتال في سوريا ضد السوريين في حلب وفي كثير من الأماكن وفي العراق وغيرها؟ هنا بيعكس أن حزب الله يمثل أداة فاسدة للنظام الإيراني. واعتقد أن هناك الآن استشعارا دوليا وإدراكا واضحا بخطورة هذا الحزب وفي تنفيذ الأجندة الإيرانية، وقد رأينا أن هناك عقوبات أمريكية كثيرة فرضت على حزب الله نظرا لدوره في دعم الإرهاب، صحيح، في تغذية الطائفية، في القتال. الحزب الله استمرار هذا الحزب واستمرار تدخله واختطاف محاولة اختطاف الدولة اللبنانية يضر بالأساس الشعب اللبناني، يضر بالأساس الاقتصاد اللبناني. وقد رأينا أن العقوبات الأمريكية طارت بعض أجزاء من الاقتصاد اللبناني نظرا للتشابك عناصر الحزب وما يسمى جناح السياسي في الاقتصاد اللبناني. والحقيقة أن حزب الله المؤكدة أن بعد كل هذه الفترة أن لا يوجد فرق ما بين الحزب الجناح السياسي والزراع العسكري لحزب الله، هم كلهم يعبرون عن أجندة إرهابية، أجندة إيرانية، إذا استمرت سوف تجلب
قال الدمار للبنان سوف تؤدي إلى زعزعة الدول العربية. هم يستغل حالة السيولة في بعض الدول التي تعاني أزمات مثل العراق، مثل سوريا، ليبيا، اليمن وغيرها للتغلغل والتسلسل. وهذا منهج دائما ولاية الفقيه والنظام الملالي في استغلال بعض الفواعلين، في استغلال بعض الميليشيات لزعزعة الاستقرار ومحاولة بسط نفوذ. نعم. طيب أستاذ حمود، يعني برأيك من سيكون قادر على لجم تدخلات حزب الله وإعادة لبنان إلى الشعار الذي أشرت له في بداية حديثك، شعار النائب النفس؟ الوضع اللبناني الآن صعب، حتى الحكومة أصبحت محرجة، هي لا تستطيع حتى أن ترد على بيان أو شكوى وزارة الخارجية اليمنية. وبالمناسبة أودع نسخة من هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة لتكون وثيقة في المستقبل. الآن الحكومة اللبنانية أصبحت محرجة جدا في هذا المجال، لا تستطيع تصرف. الحزب ترك حتى أصبح أكبر من الدولة نفسها. الآن لا يستطيعون الرد لا بيان، ولن يستطيع التصرف في 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 اي تصرف داخل الحكومة اللبنانية كما طلب خطاب وزير الخارجية اليمني. هناك وضع محرج للحكومة اللبنانية. تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عديد من الدول العربية سيحرج الحكومة اللبنانية. هؤلاء الذين انتخبوا من أعضاء من حزب الله، ماذا سيكون وضعهم إذا دخلوا الحكومة؟ معناته سيكون هناك أشخاص مصنفين عالميا على أنهم إرهابيين يتولون بعض الوظائف داخل الحكومة اللبنانية، أو أنه بيكون هناك حل شامل في لبنان. لبنان يتجه الآن إلى طريق لا يعرف آخر هذا الطريق. الحل بيد اللبنانيين أنفسهم كحكومة وكشعب، إما أن يواجهوا العالم باحتضان حزب الله وعدم السيطرة عليه، أو عليهم أن يواجهوا حزب الله، وهذه ستكون لها ردود فعل كبيرة داخل لبنان. الآن لبنان له تحركات في سوريا، في مواجهة إسرائيل، في محاولة لنقل المعركة إلى أرض ثالثة. لو حصل هناك أي اعتداء من قبلهم على الجانب الإسرائيلي سيكون الرد في الضاحية كما يكون الرد في سوريا. الحكومة اللبنانية الآن تقف في مفترق طرق، عليها أن تختار إما لبنان والشعب اللبناني والمجتمع العربي والدولي، وأما عليها أن تختار حزب الله وإيران، وأن تكون في مواجهة العالم. الآن لبنان أصبحت في مواجهة العالم بالعقوبات الأمريكية التي ستطبق فعليا في نوفمبر القادم. ستكون فرصة إيران الوحيدة للتحرك واستخدام أذرعها العربية للأسف. للأسف جميع أذرعها هي أذرع عربية، سواء ما كان منها في العراق أو ما كان في سوريا أو ما كان في لبنان أو حتى ما كان في اليمن. معظم التحركات التي تستخدمها إيران، وبالمناسبة كان هذا حديث معالي وزير الخارجية اليمني، أن حزب الله هو مجرد مشرع ومنفذ للإرادة الإيرانية في مشروع توسعي يستهدف تدمير الدول العربية. فهذه المناكفات السياسية فيما بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة، لن تستطيع إيران أن تحارب مواجهة لهذه الدول، إنما ستستخدم الأذرع للأسف العربية. الأذرع العربية ستكون قوتها على الشعوب العربية وعلى المنطقة العربية. محاولة اللي زعزعت ملف الاتفاق النووي، لكن أعتقد أنه أول دولة عربية ستكون في مواجهة هذا الصراع هي لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية أن تختار أحد الطريقين، إما أن تقف مع المجتمع الدولي أو تقف في مواجهة المجتمع الدولي. نعم. دكتور أحمد، يعني أريد أن أسألك نفس السؤال يعني الذي يعني توجهنا به للأستاذ حمود. من القادر برأيك على وقف تمرد حزب الله على حكومته وعلى لبنان وشعبه من الداخل اللبناني بداية؟ دكتور أحمد، يعني في اعتقادي أن هناك ربما بعض الصعوبات، لأن حزب الله تغول فيه على الدولة اللبنانية. حزب الله يستعرض قوته العسكرية، ونحن نعرف كيف أنه قام بتخزين الأسلحة تحت بيوت المدنيين في الجنوب، وهو يحاول
أن يستقوي خاصة بأطراف خارجية مثل إيران، وباعتقادي أن ردع حزب الله من الداخل وبأيد الشعب اللبناني أولا ثم أيضا من جانب الحكومة، لأن الحكومة كانت التوافق السياسي والحل الذي انتخب على أساسه الرئيس ميشيل سليمان وتم اختيار الحكومة في المرحلة الأولى هو على أساس سيادة النائب النفس، ورأينا كيف أن الرئيس الوزراء عندما قدم استقالته كان احتجاجا على انحراف لبنان وبعدم سياسة النائب النفس وانخراط حزب الله في صراعات في سوريا في العراق في كثير من الأماكن، في النهاية جلبت الخراب وجلبت الدمار وجلبت التأثيرات السلبية للبنان. وبالتالي هنا لابد أن يكون هناك من أن الدور الداخلي ودور الأحزاب السياسية ودور الحكومة ودور الشعب اللبناني في وقف ولجم وردع حزب الله، لأن استمرار هذا الحزب واستمرار هذه السياسة وهذه التدخلات يجلب مزيد من الدمار من المعاناة للشعب اللبناني. نحن نعرف الآن أن لبنان لديه معاناة اقتصادية، هناك نسب عالية مرتفعة من البطالة، هناك بدلا من أن يتم توجيه أموال الشعب اللبناني وأموال حزب الله إلى التنمية وإلى الإعمار ومساعدة لبنان يتم تسخيرها لخدمة أجندات إقليمية وأجندة إيران وإرسال المقاتلين والأسلحة إلى الأزرع المؤلية مثل حزب الله والميليشيات العديدة من النجباء وعصابها الحق وغيرها والفاطميون وغيرها من الميليشيات التي في النهاية يحركها الحرس الثوري الإيراني. أعتقد أن الدور الخارجي مهم في ردع حزب الله وخاصة الدور الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية، لأن ما يميز وأهمية هذه الاستراتيجية أنها تتعامل مع رأس النظام ورأس الأفعى وهي النظام الإيراني، لأن عندما تحتوي وتحجم مخاطر النظام الإيراني بالطبع هذا ينعكس على ضمور وعلى تراجع أزرع إيران سواء في اليمن في سوريا في العراق في لبنان وبالطبع منها حزب الله. واعتقد ان فرض الخارجية الامريكية وتصنيف حزب الله كمنظمة الارهابية والطلب من الاتحاد الاوروبي لتصنيف حزب الله وفرض العقوبات اضافة الى استراتيجية التعاون مع ايران وتحجيم ايران سواء في البرنامج النووي بعد الانسحاب وتبني استراتيجية اقصى الضغوط وايضا فرض عقوبات جديدة مشددة على النظام الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج الباليستي ودوره في دعم الإرهاب في المنطقة، أعتقد أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها حقيقة في انكفاء وتأثر النظام الإيراني الذي اعترف بالعقوبات، وهذا بالطبع سوف ينعكس على أزرع حزب الله، لأن النظام الإيراني قام في 2017 برفع ميزانية حزب الله من دم الشعب اللبناني من 200 مليون دولار إلى مليار دولار، وبالتالي عندما تخرج المظاهرات وتقول لا لغزة ولا لبنان فداكي فداكي يا إيران هي رسالة واضحة أن النظام الإيراني يتعرض لضغوط شديدة وفي أزمة، كل هذا بالطبع سوف يؤثر على دعمها لحزب الله، وهذا بالطبع يمثل عامل رادع وعامل تراجع دور هذا الحزب، لأن أيضا استمرار هذه السياسات واستمرار التداعيات السلبية الدولية على الاقتصاد اللبناني وعلى الشعب اللبناني كل هذا أيضا يمثل عوامل رادع لعودة هذا الحزب والتعاد وعدم الانخراط في التدخلات في المنطقة في زعزعة استقرار الدول العربية، وأن إذا أراد حزب الله أن يكون حزبا لبنانيا عليه أن يلتزم بالسياسة اللبنانية وبالداخل اللبناني ولائه للدولة اللبنانية وألا يكون دولة داخل الدولة اللبنانية، وأن يكف وأن يبتعد عن كل أنواع التدخلات وبالطبع يبتعد ويتخلى عن تنفيذ الأجندة الإيرانية. نعم أستاذ حمود، يعني إذا كانت الحكومة اللبنانية يعني كما فهمت من كلامكما أنها لا تملك من الأمر شيء، ولكن هناك وزراء من داخل الحكومة اللبنانية رفضوا هذه التدخلات من حزب الله أو ممارسات حزب الله وتدخلاتها في شؤون الدول العربية. يجب أن نعلم أنه لبنان مر بفترة بقي 3 سنوات بدون رئيس، لمدة 12 عام لم تصدر ميزانية للحكومة اللبنانية، هذا كله بتدخلات حزب الله. عندما يرفض وزراء قد يكونون من أحزاب لها نظرة باتجاه حزب الله وما يفعله داخل لبنان، هذا لا يقدم في الموضوع شيئا بقدر ما يكون هناك قرارا حكوميا. الدول تتعامل كما قال الأستاذ من القاهرة أنه تتعامل مع الحكومة مع رأس الدولة
فما هو القرار الذي سيصدر من الحكومة اللبنانية باتجاه حزب الله؟ ما هو البيان الذي سيصدر من الحكومة اللبنانية تجاه تدخلات حزب الله؟ هذا ما يجب أن يتعامل معه العالم، وهذا ما سيتعامل معه العالم، لكنه الأراء الأخرى قد تكون أحيانا من مصالح وتكسبات سياسية داخلية، ولكن لا زلت أقول أن الحكومة اللبنانية ستواجه مشكلة إن لم تتعجل في اتخاذ قراراتها قبل، على الأقل قبل نوفمبر، قبل أن تطبق العقوبات سيكون هناك توقف للدعم القادم إلى حزب الله، سيتحول حزب الله إلى كيان متوحش أكثر حتى يحصل على تمويلات كافية، ستتوقف كثير من خدماته داخل لبنان، سيتجه إلى تجارته المعهودة في المخدرات وفي التهريب، وأحد أساليب التمويل القديمة أيضا الحزب، لكن سيعود لها إذا توقفت التحولات المالية والتحركات من داخل إيران، سيلجأ لها بكل تأكيد، وسيحاول إغراق المنطقة فيها، سيحاول إغراق المنطقة بالأعمال العسكرية كنوعا من الضغط، سيتحول إلى مجموعات إرهابية في محاولة الخطف ومحاولة طلب الفدية وما إلى ذلك، سيتحول الحزب حزب الله في إيران إلى في لبنان إلى ما يشبه الوحش، وهذا سيكون خطره على اللبنانيين قبل العالم. طيب نقطة أخيرة أيضا أستاذ حمود، يعني أنت أشرت إلى إحاطة مجلس الأمن من قبل الحكومة اليمنية برسالة الاحتجاج، ماذا بعد ذلك؟ يعني ما الذي نتوقعه أيضا من مجلس الأمن ومن المنظمة الأممية بعد هذه الإحاطة؟ يكفي أن يكون هناك إحاطة لوضعها كوثيقة في هذا الصدد، سيكون هناك في المستقبل إجراءات بشأن لبنان. لبنان انتخبت مسؤولين وأعضاء من حزب الله، وهذا الحزب أصبح مصنفا كإرهابيا، متى ما تقلدوا هذه الوظائف سيواجهون العالم، سيكون هناك ردة فعل للأمم المتحدة وللعالم جميعا، من ضمنها ستكون جميع الوثائق التي تحفظ لدى الأمم المتحدة، وهذه إحداها. جميع ما يصنعه حزب الله سيكون مجيرا أو محسوبا على الحكومة اللبنانية في المستقبل في حالة نشوب أي صراع دبلوماسي على الأقل مع الأمم المتحدة أو مع دول مؤثرة في العالم، فهذه لها حساباتها في المستقبل أكثر منها الآن. طيب دكتور أحمد، أيضا في نفس السياق وباختصار إذا سمحت، إحاطة الحكومة اليمنية برسالة الاحتجاج المقدمة إلى الحكومة اللبنانية، رأيك بهذه الخطوة وأثرها أيضا فيما يتعلق بدور المنظمة الأممية فيما يجري في اليمن؟ يعني بالطبع إحاطة مجلس الأمن بهذه الشكوى يمثل أهمية كبيرة، يعني حتى ولم يتخذ المجلس الأمن قرارات ملزمة وفقا للفصل السابع بفرض عقوبات مباشرة على حزب الله، طبعا الاعتبارات خاصة بها المجلس وآليات اتخاذ القرار والاعتبارات السياسية ووجود قوى داخل المجلس ربما لها أجندات مختلفة قد تحول دون إصدار مثل هذه القرارات الملزمة، لكن على الأقل أن وجودها أن هذه الشكوى في مجلس الأمن تكشف الدور الإيراني أولا ودور حزب الله في دعم الإرهاب في أمام المجتمع الدولي أمام الجانب الأوروبي الذي كان مترددا حقيقة في الفصل ما بين أو يحاول الفصل ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله، ويذهب في اتجاه أن يصنف حزب الله منظمة إرهابية، هو أيضا يدعم ويقوي العقوبات الأمريكية على حزب الله، لأن التدخل في دولة أخرى ذات السيادة من فصيل وحزب فاعل من غير الدول يمثل اعتداء سيفرا على القانون الدولي ودعم للإرهاب ويستوجب التحرك الدولي بكل الصور سواء من مجلس الأمن أو من جانب الدول الكبرى. من القاهرة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا لضيفنا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ أحمد درويش، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة، يوم السبت القادم حلقة جديدة من اليوم الثامن، في أمان الله.